عائد السيد رئيس جامعة تكريت المحترم، يقيم قسم النشاطات الطلابية وبالتعاون مع كلية العلوم والحاسوب بطولة الشطرنج على قاعة الكلية، ومشاركة جميع الكليات، وكانت المشاركة من الطلبة والطالبات. وفي هذه البطولة هو الهدف من هذه البطولة دعم النشاطات الطلابية والنشاطات الخاصة فيها في الجامعة. شاركت كلية الزراعة في بطولة الشطرنج التي أقامها قسم النشاطات الطلابية على قاعة كلية علوم الحاسوب والرياضية، وكانت المشاركة ذات جدوى وفائدة لتفعيل النشاطات اللاصفية في جامعتنا، متمني للمشاركين الموفقية والنجاح. حقيقة شيء يثلج القلب ويفرح يثلج الصدر ويفرح القلب، وشيء تقر به الأعين. يعني أستطيع أن أقول رأيت ما لا عين رأيت ولا أذن سمعت، جهود جبارة في مبذولة في موضع فخر في هذه الجامعة، خصوصا نحن رأينا المرحلة القبلية والبعدية، يعني أيام احتلال داعش لهذه المنطقة ولهذه المحافظة الكريمة ولهذه الجامعة. واضح الجهود المبذولة، شيء نفتخر به، خصوصا نفتخر بناس أكفاء مثل رئيس الجامعة على رأس هذه الجامعة. اللي حدث شيء كبير وعملاق وموضع فخر أكيد بالنسبة لنا. الحقيقة شيء متعة للأنظار، وهذا دليل على الذائقة الجمالية لدى القائمين على هذا الجامعة وهذه المدينة الكريمة. الحقيقة أن شهادتي بالمنطقة بالعموم مجروحة، كون عملت هنا مدرب لسنين. أنتم كرام بكل ما تحمل الكلمة من معنى. شكرا لكرم خلقكم وشكرا لهذه الحفاوة، سعيد بوجودي معكم. علوم الحاسوب والرياضيات بطولة الشطرنج طلاب وطالبات، حيث شارك في البطولة 18 كلية، وأبرزت تصفيات الطالبات فوز الطالبة هاجر وعمان داوود بليت قطب بيطري بالمركز الأول، والطالبة ضحى فليم يوسف تربية بدنية وعلوم الرياضة بالمركز الثاني.